مشاهدينا، بيسعدني اني ارحب بضيفي العزيز سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير بحضرتك. برحب بحضرتك، منورنا في استوديو 90 دقيقه. الله يخليك فندم. نبتدي كلامنا باهم القرارات والتشريعات اللي صدرت من مجلس النواب خلال الثلاث ايام، الحد والاثنين والنهارده الثلاث. هو طبعا يعني اهم التشريعين هو قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب والموازنه العامه للدوله، لكن هتكلم على بدايه على قانون مجلس الشيوخ، وده استحقاق دستوري، وده يعني ده جزء من عمليه اصلاح السياسي اللي موجود. ومجلس الشيوخ ليه اختصاصات تدعيم رساخ الديمقراطيه. طب قبل ما نبتدي في الاختصاصات، هو سؤال الناس بتتساءله يعني في الشارع، هو كان اسمه مجلس الشورى، تمام، سبب تسميته مجلس الشيوخ، هل في هو يعني لا مش تغيير لا للاسم؟ التغيير للاسم هو مجلس الشورى، هو يعني هل في الأفضلية؟ لا، هي يعني الافضليه ان مجلس الشيوخ، لانه يبقى في مجلس الحكماء، وكما قال والسن احنا طبعا وضع في الدستور سن 45 سنه بدايه الترشيح، و حط اشتراطات. يمكن احنا لو سميناه مجلس شيوخ يكون هو يعني اسمه صادف للمعنى المطلوب يعني، واكثر وقارا يعني. بالظبط. تفضل حضرتك، نكمل اختصاصات مجلس هو اختصاصات مجلس شيوخ هو طبعا يعني هو ترسيخ دعائم الديمقراطيه والحفاظ على القيم الاجتماعيه والتراث، وايضا اختص بمناقشه الاتفاقات الدوليه والاتفاقات اللي يتسم بالسياده. ايضا هيكون ليه دور كبير جدا في صياغه القوانين وضبط هذه القوانين. هو هيكون ليه دور في يعني كل عبء موجود على مجلس النواب في الفتره الماضيه. هو اللي كان بيناقش اتفاقيات، هو اللي كان بيخش في المناقشات، وكان بياخد وقت كبير جدا هذه الامور. وايضا كان بعد كده هذه القوانين ترسل لمجلس الدوله وبتقعد 15 يوم او 30 يوم، فكده هيقلص الدور، على اساس ان احنا عندنا ثوره كبيره جدا في التشريع. وهو طبعا هيكون ليه دور برضه كبير جدا في احياء الحياه الحزبيه في مصر، وده تفعيل الماده 5 من الدستور. وهيكون ليه دور كبير جدا في ترسيخ مبادئ الديمقراطيه، ودي مهمه جدا. الراي والراي الاخر سيحمل في طيات هذا البرلمان كافه القوى السياسيه والحزبيه الموجوده في تشكيل هذا البرلمان. على ما اعتقد انه هيكون يعني اكثر فعاليه من مجلس الشورى قديم. بلا شك يعني هو بشكل جديد، وهيكون اختصاصاته يمكن عايز اتكلم في عدد او ملامح هذا القانون. احنا عندنا بنتكلم في عدد مجلس الشيوخ هو 300 نائب، التلت بالتعيين. أيوة. والتلت بالقائمة والتلت بالانتخاب. لو جينا نتكلم على التلت بالقائمة، تم تقسيم مصر لأربع دوائر، لو سمينا كده بالدارج دائرة القاهرة أو ما يسمى دائرة القاهرة، ودي بتاخد 35 نائب، ودائرة الجيزة اللي بتاخد من الجيزة حتى الصعيد دي برضو 35 نائب، ودائرة شرق الدلتا بتاخد 15 نائب، ودائرة غرب الدلتا بتاخد 15 نائب. نعم. وده هتشكل فيها كافة القوى السياسية والمستقلين والأحزاب. وهو دايما بيقول مجلس الشيوخ في بعض الشخصيات العامة أو مفكرين أو أصحاب الفكر أو الأساتذة في مجالات معينة في الاقتصاد أو في العلوم أو يعزف على أنه يخوض معركة انتخابية أو يخش انتخابات. فاحنا مجلس الشيوخ هيكون نافذه الى اختيار هؤلاء العقول لكي يثري العمل السياسي والعمل الحزبي، وايضا من خلال خطه اصلاح اللي موجوده، وخبراء في الاقتصاد، وخبراء في التعليم، وخبراء في الصحه. فهيكون هو مجلس بعقل الحكمه، وسيضع رؤيه واستراتيجيه تستند لها الحكومه في التخطيط ووضع الخطط الموجوده في بالنسبه للدوله. الامر الثاني وده الاهم، احنا بنقول دايما مجلس النواب، مجلس النواب يمكن برضو عشان اوضح للناس ان مجلس النواب ده تعديل
دستوري برضو، احنا كنا انتخبنا على قانون القديم، ويمكن احنا عدلنا بعد الاستحقاقات الدستوريه الموجوده في تعديل نسبه المراه ب 25% للاستحقاقات الدستوريه اللي كانت في 2019. ومجلس النواب برضو هقسم مجلس النواب الى اربع قطاعات، قطاع الجيزه وده اللي عند الصعيد 100 نائب بالقائمه، وقطاع القاهره 100 نائب، وقطاع شرق الدلتا 42، وقطاع غرب الدلتا 42، و 50% قايمه و 50% فردي. وده يمكن اعطى دور كبير لان المراه تكون ليها دور تمثيل في داخل برلمان. و يمكن احنا كنا اتكلمنا على هذه النقطه، كنا نتمنى ان يكون في ال 50% 25% المراه تقسم على 12.5 في القايمه و 12.5 في الفردي، على اساس تفتح المجال للمنافسه وخلق واكتشاف نماذج نسائيه قادره على الخوض في الشارع ومواجهه الشارع، وايضا ان تكون نخلق جيل جديد قادر على خوض الانتخابات بالفردي بالنسبه للسيدات. نعم. ده بالنسبه لمجلس النواب والانتخابات يعني مجلس النواب. طيب انا بس ارجع لحاجه، الناس بتسال امتى انتخابات مجلس الشيوخ يا فندم؟ هتكون امتى؟ والله يعني ده مش اختصاص مجلس النواب، لكن هو اختصاص الهيئه الوطنيه للانتخابات. احنا لسه منتظرين قانون تقسيم الدوائر. ايوه. وده اول ما هيبدا ينزل هنبدا نشوف ملامح التاريخ او الوقت اللي هيتم فيه الانتخابات مجلس الشيوخ. انا مش عايز اقول تاريخ معين عشان ما تغولش برايي على الهيئه الوطنيه للانتخابات، لكن هيكون هي ليها الحق في اختيار التواريخ. مؤشرات يعني اعتقد ممكن يكون اخر العام او انا كان طبعا ليا تصريحات ومصر اقولها ان تجرى انتخابات مجلس شيوخ مجلس النواب في انهي الاول يا فندم؟ لا انا كنت انا رايي من بدري وتصريحاتي ان احنا نعمل مجلس شيوخ ومجلس النواب في تاريخ واحد او مع بعض يعني، وده توفيرا للنفقات، لان احنا بنتكلم انتخابات النهارده بتكلف حوالي من 2 ل 2.25 مليار. لو احنا اتكلمنا في اجراء انتخابين مره واحده هتعمل حوالي 4.5 مليار، واحنا في عجز شديد في الموازنه العامه للدوله، وفي ظل الظروف والظرف الراهن احنا بنعتبر النهارده في ظروف غير طبيعيه وظروف استثنائيه. لكن خلاص هو هنشوف بقى الهيئه الوطنيه للانتخابات كيفيه اجراءها في اتخاذ تحديد مواعيد الانتخابات سواء الشيوخ او النواب ان شاء الله. يا فندم مجلس الشيوخ نسبه المراه 10% حضرتك؟ نسبه المراه 10% بالنسبه للشيوخ. ليه مش 25 زي النواب؟ لان مجلس النواب مجلس الشيوخ هو نص عدد مجلس النواب. يعني مجلس النواب تقريبا 600 546 نائب. أيوه. ومجلس الشيوخ هو 300 نائب، فهي النسبه 10% هي النسبه اللي موجوده بالنسبه لي او قريبه من النسبه لي التمثيل. هنقول تمثيل ايجابي للمراه. نرجع بقى لكلام حضرتك تاني، في تشريعات مجلس النواب في خلال الثلاث ايام دول، في تشريعات اخرى؟ في عندنا الموازنه العامه للدوله. يمكن احنا الموازنه العامه للدوله كان ليها دور كبير جدا. احنا لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب اشتغلت اكثر من 4 شهور في اعداد الموازنه العامه للدوله، سواء في الهيئات الاقتصاديه او سواء موازنه الوزارات او التقرير اللي جاي من جهاز مركزي المحاسبات، واحنا بنشكرهم على مجهودهم ادوه في ذلك الموضوع. ويمكن احنا بنقول ان احنا برضو في ظل الظروف الاستثنائيه وفي ظل الجائحة وفي ظل الظروف اللي احنا شايفينها وتمر بها البلاد، انا يمكن النهاردة كان في كلمتي متحدثا عن الهيئة البرلمانية لحزب وفد وصفت هذه الموازنة هي موازنة حرب. لان احنا فعلا في حالة تكاد ان احنا نقول في حالة حرب. اذا تحدثنا عن جائحة كورونا لوحدها ما بالك ان احنا عندنا مشاكل اخرى كبيرة جدا، سواء يعني الموازنة اتحضرت او اتجهزت لان احنا في حالة حرب. لا هو الموازنة يعني اعتبارا انه ممكن احنا وصفناها كأنها موازنة حرب، وان في دايما موازنة الحرب ما بتنقضيش الموازنة، لان
يبقى في ظروف طارئه والامور غير طبيعيه متغيرة. وفي صحيح. استثناءات موجوده، واحنا قلنا الكلام ده لسببين. السبب الاول ان احنا عندنا في ظرف جائحه كورونا والاشكاليه اللي موجوده، يمكن احنا قدمنا تحيه للدوله والحكومه لاول مره. حصل تجديد تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا طبعا النهارده يعني في كلمه النهارده في نهايه التعليق على احنا حطينا 11 ملاحظه بالنسبه للموازنه العامه للدوله، ان ابديناها من اراء ان يكون امام نظر الحكومه في المستقبل. ويمكن في اخر الكلمه احنا يمكن انا قلت بصفتي وبصفه رئيس حزب الوفد واعضاء حزب الوفد بنجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يتخذه للحفاظ على الامن القومي تحديدا في موضوع ليبيا، وايضا في الحفاظ على حق الحياه وهو سد النهضه. نعم. ده يمكن اتكلمنا فيه، ممكن ده يمكن انا عشان كده يعني انا ده نهايه، لكن انا في الاول قلت ده عشان ان احنا فعلا في حاله حرب. احنا عندنا النهارده ظروف في جائحه كورونا، في كساد عالمي واقتصادي النهارده بالنسبه للعالم. النهارده لو نظرنا على الموازنه العامه للدوله بالنسبه لوزاره الصحه، احنا يمكن سياده الرئيس وجه ب 100 مليار جنيه وتم تعديل الموازنة الصحة، ويمكن احنا طلبنا بان يتم ضخ اموال في البحث العلمي، لان احنا نتوقع ان في المرحلة القادمة هيكون في تطورات سواء مناخية او تطورات بيئية او تطورات على مستوى يمكن الامراض وتطور الفيروسات، فاحنا محتاجين يكون عندنا فريق قوي جدا. نقدر نعرف ارقام يا فندم من الموازنة بالنسبة لقطاع الصحة؟ طالبنا، ما هو الصحة زودنا النسب الموجودة، وده يمكن ملحوظ النهاردة موجود. النهاردة احنا يمكن نقول الكلام ده ان احنا في موجود في حالة رضاء هنقول نسبي لأول مرة بالنسبة للقطاع الصحي وإمكانيات متوفرة في ظل الجائحة اللي موجودة في العالم. يمكن احنا برضو طلبنا بالنسبة في طلباتنا الاهتمام، ممكن دولة ممكن اهتمت فعلا بالزراعة، لكن احنا بنقول لك مزيد من الاهتمام بالزراعة وخاصة في مجال الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وده يمكن احنا بيأثر في ظل الظروف اللي موجودة فيها النهاردة، احنا في يمكن احنا بنقول ان مصر اول مرة تتقدم مراكز رقم واحد في العالم بالنسبة للتصدير، سواء تصدير البرتقال سواء تصدير الخضر والفاكهة. يمكن لأول مرة مصر بتبدأ صادراتها من الزراعة، هيكون لها دور كبير جدا جدا، ويمكن ده يرجع نقول إن احنا الخطوات الاستباقية في الحكومة لما خدتها في زراعة المليون صوبة وزراعة الثلاثة مليون ونص فدان، ده كان أثره موجود. النهاردة احنا الشعب المصري شايفين ما عندناش مشاكل في الخضر ولا الفواكه والأمن الغذائي بصفة عامة. يمكن احنا عندنا كل هذه المنتجات او ما يحتاجه المواطن النهارده بياخده بصوره وبسهوله. يمكن احنا شفنا دول عظمى سوبر ماركت فاضي وفي نهب وفي وفي وفي، لكن احنا الامن الغذائي بمصر يمكن ده كان ده يمكن سبب ان مصر ام الدنيا، ان مصر سلت غذاء العالم. ايوه فعلا مصر في احنا عندنا الاول في التمور والاول في البرتقال، عندنا الاول في زراعات كثيره جدا جدا. التصدير النهارده بنصدر، ويمكن انا فخور من اقول الكلام دوت وبقول لكل وزاره الزراعه احنا بنقول لكم فخورين بيكم، واستمروا في اكتفاء ذاتي بقى من 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 الـ من الـ من الـ البروتين الحيواني سواء لحوم او فراخ او الثروه السمكيه والاسماك، وده مهم جدا جدا. وهو ده يا فندم الحقيقه اللي حضرتك بتقوله ظهر في ازمه الكورونا، ان احنا ما حسيناش بعجز، ما حسيناش ان في سلع ناقصه، يعني في دول تانية عندها جوع شديد بلا شك. الحمد لله ده ما حصلش. الامن الغذائي انا بعتبره هو الامن القومي. يمكن احنا الدوله كان يعني كان في توفيق من ربنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي موجه الاتجاه للاصلاح الزراعي وتيسير عمليه الاصلاح، ده كان له دور كبير جدا في الحفاظ على الامن القومي. الامن الغذائي انا بعتبره رقم واحد في الامن القومي.
حضرتك لو رجعنا لقانون انتخابات مجلس النواب، كنت حضرتك بتفضل ان هي نسبيه او مطلقه مغلقه؟ لا هو خلاص احنا كنا نفضل كتير، احنا خلاص احنا هو القانون كده خلاص، هو قرار انتهى. هي القانون 50% فردي و 50% قائمه مغلقه مطلقه. ويمكن احنا من هنا بنتكلم ان لابد ان يكون في حوار مع القوى السياسيه والحزبيه لوضع ملامح هذه القائمه والمشاركه بشكل نسبي ما بين الاحزاب اللي موجوده. وانا بطالب ان يكون يعني يكون كل الاحزاب الممثله في البرلمان تمثل في هذه القوائم، لان ده امر مهم جدا ان يكون في قائمه ائتلافيه في ظل الظروف الحاليه. حزب وفد هيكون له قائمه لوحده ولا هيكون متحالف؟ يعني هو الى الان احنا لم يتم التحالف مع احد، لكن احنا عندنا استعداد نتحالف مع اي قوى سياسيه موجوده. في احنا في الاخر هنلعب سياسه، اذا كان هناك في مصلحه للتحالف او الائتلاف مع مجموعه احزاب فده هيكون قرار الحزب ورئيس الحزب والهيئه العليا الموجوده في الحزب. قرار عدم الانضمام اعتقد ان هو برضو من ضمن الخيارات المدروسه. احنا في النهايه بندور، ويمكن من خلال برنامج حضرتك بنطالب هو الاهتمام بالمقاعد الفرديه، وده اهم. يعني حزب الوفد على ما اعتقد انه كان له حوالي 45 احنا عندنا كرسي. 49 نائب تحديدا، 49 نائب في كتله البرلمان. حضرتك يعني بتأملوا انه يكون في اكتر ولا؟ طبعا بلا شك احنا عندنا طبعا طبعا احنا احنا 39 نائب. احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لاكبر من كده بكتير، سواء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ويمكن احنا هنراهن على المقاعد الفرديه، وده امر مهم جدا، لان دايما المقاعد الفرديه هي الانتخابات اللي هتبقى ليها دور كبير جدا، والنائب يكون له ثقل في داخل دايرته. واحنا عندنا في شخصيات عظيمه جدا في حزب الوفد في كافه في دوائر محدده يعني، فاحنا هنساعدهم وندفع بيهم ان شاء الله باذن الله في المقاعد الفرديه. فاصل المشاهدين ونواصل حوارنا مره اخرى. عودة مرة أخرى لاستوديو 90 دقيقة، وبواصل حواري مع ضيفي العزيز سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. الحقيقة يا فندم في مشكلة كبيرة جدا في بورسعيد، وإحنا في الفاصل جالنا تليفونات كتيرة جدا لما شافوا حضرتك موجود معانا في 90 دقيقة، وهو بسبب وقف البطاقة الاستيرادية لحوالي 7800 شخص تقريبا. تقريبا المشكلة دي الحقيقة مشكلة كبيرة جدا في بورسعيد دلوقتي وعاملة أزمة الحقيقة. صحيح. يعني شايف حضرتك طبعاً يعني إيه؟ نعرف أبعادها والحل ممكن يكون إيه؟ طبعاً إحنا طبعاً يمكن المشكلة مش واردة اللحظة أو واردة اليوم، إحنا يمكن تحدثت فيها البرلمان أكثر من مرة. يمكن أنا طلبت مناشدة رئيس الجمهورية أنه هو يتدخل شخصياً لحل هذه المشكلة. أيضاً يمكن حصل اتصال بيني وبين السيد رئيس الوزراء أكثر من ثلاث مرات او اربع مرات لتحديد موعد لتوضيح المشكله في عوده الحصص الاستيراديه لابناء بورسعيد. يمكن هتكلم في المشكله ان هي الازمه في ايه؟ الازمه ان بعد تجديد هذه البطاقات الاستيراديه بعدها بشهر تم ايقاف جزء من هذه البطاقات الاستيراديه. انا شايف من وجهه نظري وقناعتي ان الوقف غير دستوري وغير قانوني. الامر رقم واحد، لان بيقول ابناء بورسعيد ومش ابناء بورسعيد، وده هنا يكون في تميز ومخالفه للدستور ان كل المصريين متساويين في حقوق الواجبات. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا عايز اثبت ان انا بورسعيدي. اثبتها ازاي؟ طب السؤال، لو واحد يملك عقار بقاله 20 30 40 سنه وعنده مشروع اوريدي شغال وحياته بقت على كده أسرته موجودة وتعليم ولاده وتعليم وحياته كلها وعنده عقار، يملك عقار، نعم، هل هقول إن ده ما ينفعش يشتغل في بورسعيد؟ كلام مش منطقي. معقولة طبعا. كلام مش منطقي وغير قانوني. طب رقم اتنين، لو واحد النهارده من العاملين بالخارج في أي دولة عربية أو أجنبية وخلف ابنه في هذه الدولة، في مشكلة؟ في مشكلة. يقول لك لا، ان هو مثلا لو خلف في ايطاليا يبقى الواد بقى ايطالي مش مصري، يعني مش فاهم يعني، على الرغم ان هو طبعا هو مصري ومعاه بطاقة مصري ومعاه رقم قومي مصري ومعاه جواز مصري ومعاهش جنسية ايطالي.
يا اما حضرتك اي حد تاني بقى اديله الجنسيه بتاعته تقول له بقى انت مش تبعنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، رقم ثلاثه، هنا في انا شايف في ظلم. هو حطوا شويه مبادئ، طيب المبادئ انت طبقتها بعد شهرين من اخذ الضرايب والتامينات وتجديد البطاقه. ايوه. في جزء صرف. يعني ده خلاص محظوظ، يعني احنا مش في دوله، احنا في دوله. دوله هي الدوله قانون، دولة القانون. رقم واحد. رقم اثنين، عندنا مشكلة الأخرى إن أنت حدثت قلت البطاقة من 3900، هي فئات البطاقة دي فئات. أقل فئة 2400. فأنت قلت هنطبقها على 2400 و2900. طب والفئات الأخرى الأعلى؟ يبقى أنت بتحارب، وأنا بقول على لساني بتحارب الناس، الفئات الاجتماعية الضعيفة المهمشة اللي النهارده عملت حسابها، وتاني أؤكد الناس دي عملت حسابها ويمكن اقترضت فلوس او خدت قروض او 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 على حسب انها جددت البطاقه بتاعتها والامور ماشيه في التمام، وهيصرف او هيشتغل في البطاقه بتاعته. فوجئ بعد شهرين ان هو تم الغاء دي مشاكل كبيره جدا يا فندم، والعدد كبير. يعني احنا المشاكل كبيره والعدد كبير، ويمكن احنا اتدخلنا سواء احنا او الساده اعضاء الغرفه التجاريه، يمكن السيد رئيس الغرفه التجاريه، واحنا مقتنعين. انا شخصيا دايما ما بتكلمش في اي قضيه اذا كنت مقتنع بيها، انا مقتنع تماما ان الناس اصحاب حقوق. كان من المفترض ان انت تاجل، احنا مطالبتنا للسيد رئيس الوزراء ناجل السنه دي وما عادش الاربع شهور خمس شهور، عشان برضه متفقين في ظل الظروف وظل الجائحه وظل الكساد الاقتصادي والكساد التجاري. انا بقول النهارده البنوك، الشركات، الاستثمار، كله بيأجل، حتى الفوائد، حتى الغرامات، حتى حتى حتى. صحيح. انا ليه النهارده جاي على شرائح اجتماعيه ضعيفه، الغلابه، الناس الغلابه، انا بتكلم بصوت الشارع دلوقتي، انا اسف ان انا اتكلم باللغه الدارجه، لكن انا بتكلم الناس الغلابه النهارده، ان انت بتمنع عليهم التجاره في يوم وليله. انا شايف النظام يعني قرار بيوت مفتوحه يا فندم، قرار يعني مش مؤسسي أسر. قرار مش مؤسسي. اي قرار مؤسسي دائما الدولة بتدي مهلة، أنا بقول اديهم مهلة أربع خمس شهور الجايين، ومن خلال القوانين والضوابط اللي أنت عايز تحطها حطها للعام القادم. وإحنا نص السنة عدى خلاص، إحنا في 15/6، بل يمكن تلتين السنة عدت. يعني حضرتك عشان نفهم أكتر، حضرتك بتقول إن هو يأجل بس خمس شهور، لكن برضو تاني تتوقف البطاقات الاستيرادية؟ يعني نفس المشكلة تبقى قائمة برضو يا فندم؟ يحط شروط موضوعية ويحط شروط قانونية لا تتعارض مع الدستور وصحيح القانون. هو ده الكلام اللي احنا بنطالب بيه. واحنا عايزين نقول حضرتك يعني احنا شعب بورسعيد للاسف الشديد عشنا في سواء عصر مبارك، عشنا فترات عصيبه جدا جدا، وايضا في عهد المخلوع مرسي يمكن احنا عشنا برضو سنه، يعني سنه كانت سنه سوداء. فاحنا في هذا العصر، عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا قلت الكلام ده في جلسه مجلس النواب، سياده الرئيس انت من اهتميت ببورسعيد، انت من انشات الانفاق في بورسعيد، انت من طورت ميناء بورسعيد، انت من بورسعيد بلا عشوائيات، وانت من جدد عمل كباري على قناه السويس في بورسعيد، انت من عمل كثير جدا جدا وتامين صحي شامل في بورسعيد، وزرت بورسعيد اكثر من ثلاث او اربع مرات. بنقول لسياده الرئيس، يمكن طلبت تحت قبه برلمان بنشط سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه نظره لابناء بورسعيد وخاصه الفئات الضعيفه والهيئات الاجتماعيه هي الاولى بالرعايه. وهو دايما سياده الرئيس بيقول لك احنا عايزين الناس الاولى بالرعايه. احنا النهارده بنصرف على العماله اعانه 500 جنيه. انا شايف النهارده الناس دي بتتكلم في كام؟ الامر المهم اللي عايز اوضحه اللي بعض الناس بتتذرع بيه، بيقول ان البطاقه الاستيراديه في مصر، الاستيراد في مصر، بورسعيد بتاثر على الاستيراد في مصر. الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده كلام بالارقام. مصر بورسعيد بتمثل 4.5% من اجمالي الصادرات في مصر. مش ممكن 4.5% ياثروا على 95.5%، الكلام مش منطقي. والكلام بتكلم مش بتكلم كده، بتكلم والمستندات موجوده سواء في وزاره التجاره والصناعه او وزاره الماليه. فاذا بورسعيد ليها طبيعه خاصه، احنا عشنا بقالنا النهارده 40 45 سنه في ظل هذه المنظومه، احنا عندنا شغل.
طب ما حضرتك نتكلم، لو عايزين نتكلم على ان احنا عايزين نشوف، لا طبعا في اتفاقيه موجوده مع تركيا اللي ابرمها محمد مرسي في ظل الظروف، والميزان التجاري والمعيار التجاري بتاعها ازاي؟ النهارده قانون 43 وقانون الوارد اللي نازل النهارده، هل النهارده قانون الوارد اللي موجود ما اثرش على الصناعه الوطنيه؟ قولا واحدا قانون 43 والواردات اللي موجوده، الوارد البضاعه اللي جايه برسم الوارد تؤثر بشكل كبير جدا على قطاع الصناعه في مصر. طب معلش، طب ما تمنع الوارد. يعني انا برضو احب اسال سؤال اكيد ان المشاهدين بيتسالوا، يعني القرار ده بالظبط مين اللي اخده؟ في يد مين؟ والله احنا عرفنا هذا القرار من خلال جهاز تنفيذ محافظ بورسعيد. ايوه، ويمكن انا ما اتكلمت مع السيد محافظ، قال لي ده قرار رئيس مجلس وزراء، واعتقد ان ليس قرار رئيس مجلس وزراء، واحنا كنواب بورسعيد وانا شخصيا تحديدا لن اتخلى عن مسؤولياتي امام الشعب البورسعيدي وامام مواطن بورسعيد. يعني اذا الرجوع مره اخرى، يعني احنا طبعا بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه ينظر الى هذه المشكله، لانها اسر رئيس وزراء، لان انا كلمته ثلاث مرات على الهواء. سيادة رئيس وزراء انا كلمتك ثلاث مرات. أيوه. عايزين نحل مشكله الحصه السرديه عشان الظروف الموجوده والظرف السياسي. انا عايز اقول لحضرتك جاي لي كميه تليفونات انه احنا نتكلم في الموضوع ده، وناس كتير عايزه تطلع معانا على الهواء تتكلم، محامين يعني، محامين الناس، محامين كل الحالات اللي موجوده في بورسعيد عايزين يطلعوا معانا ويتكلموا بموضوع بقاله فتره، لكن انا قلت اتكلم مع حضرتك طبعا اكتر واحد. احنا عندنا مشكله حضرتك بقول لحضرتك احنا اتكلمنا فيها كثير، يمكن غرفه تجاريه بتقن، وعندنا غرفه تجاريه فيها الساده اعضاء الغرفه التجاريه ليهم، يعني انا بقول لهم ليهم كل احترام وتقدير. رئيس غرفه التجاريه يمكن اكثر من مره تقابلنا ان هو في المجلس النواب، وعرضنا مذكرات للتوضيح الامر. وانا بقول لحضرتك النهارده ان لازم الحفاظ على رقم واحد على هويه بورسعيد كمحافظه تجاريه، رقم اثنين احنا النهارده عندنا تحول صناعي، واتمنى ان على التوازي ان يتم طرح اراضي في المناطق الصناعيه، مش اراضي للمشروعات الضخمه والكبيره، لا اراضي للمشروعات الصغيره والمتوسطه والمتوسطه والمتناهيه الصغر ايضا. ممكن احنا بنطالب الكلام ده عشان النهارده لما انا عايز اوقف بطاله السرديه يكون في مصانع عندي تشغل العماله اللي موجوده، وايضا مصانع تعمل انتاج في المرحله القادمه. فاحنا انا شايف ان احنا عشان نبدا في وقف الاستيراد بالحصه الاستيراديه الموجوده، ويمكن انا عايز اقول برضو المرحله الاولى التنميه هم 7800 او 8000 بطاقه تقريبا، في اجمالي 14 مليون و13 مليون جنيه. يعني الرقم ده، هل الرقم ده يعني هيهز الصناعه الوطنيه في مصر؟ معلش يعني كلام مش منطقي، والكلام انا شايفه ياثر تاثير في اجحاف، وانا شايف ان الدنيا يعني قرار غير سليم وغير مدروس، واحنا مش هنسيب حق اصحاب البطايق. واحنا يمكن انا على تواصل معاهم دايما انا والساده النواب، ويمكن تواصل مع كمان الغرفه التجاريه في هذا الشان. ننتقل لملفات اخرى خارجية. حضرتك رئيس لجنة سد النهضة في مجلس النواب، شايف الموقف ايه حاليا على ارض الواقع، وخاصة انه في تصريحات من وزير الخارجية المصري اعلن فيها انه مصر هتبتدي تنظر او تقوم باجراءات اخرى خاصة بعد تعند اثيوبيا؟ هو طبعا يعني هو مشكلة كبيرة جدا جدا، يمكن احنا اتبعنا، ممكن المفاوض المصري دائما بيتبع السياسة الناعمة، وحصل حوارات وحصل اجتماعات وحصل لقاءات موجودة. يمكن احنا بندافع على حقنا المشروع والحق الدولي وطبقا للمواثيق الدولية. نعم. واحنا بنتكلم على 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 سد النهضة، هو مشروع حياة بالنسبة لنا، امن قومي رقم واحد بالنسبة للمصريين. يمكن احنا وصلنا بعد مرحلة الدبلوماسيه الناعمه، يمكن واصلين دلوقتي لمرحله الاخرى وهي الدبلوماسيه الخشنه. وانا شايف ان المفاوض الاثيوبي يمكن مراوغ بطريقه كبيره جدا جدا، ويضرب بعض حائط كافه القوانين والمواثيق الدوليه. ايضا يمكن احنا ما زلنا
ما زلنا في حالة ضبط النفس، بنتحدث معاه بكل المقاييس. احنا يمكن هم بيحاولوا يصدروا مشهد للعالم والمجتمع الدولي ان احنا ضد التنمية. احنا لا يمكن الشعب المصري لا يمكن في يوم من الايام يكون ضد التنمية، بل النهاردة مصر والسودان تتضرر تضرر كبير جدا في بناء هذا السد. ويمكن احنا ما بنعترضش على بناء السد، لكن احنا خلافنا معه على مدة ملي الخزان، وده يمكن بيأثر بشكل كبير جدا جدا. لازم يتملي الخزان، يمكن هو خلاف كان من 7 لـ5 او 3 لـ5، فدلوقتي احنا نتكلم في هذا الشكل. يمكن انا شايف تصريحات السيد وزير الخارجية المصري، وانا بعتبر ان هو ده تصريحات في غاية الأهمية، واعتقد ان ده جرس انذار كبير جدا، لان انتهت المفاوضات الناعمة، وايضا دخلنا في مفاوضات بشكل اخر. ويمكن ده احنا يمكن بنفوض، الشعب المصري كله بيفوض القيادة السياسية لما اتخذوا من اي قرارات للحفاظ على الحياة والامن القومي وحقوقنا في مياه النيل. ننتقل لملف اخر، وهو ليبيا، وبالتحديد مشهد تعذيب المصريين في ليبيا. رأي حضرتك ايه في الفيديو اللي انتشر، وشفنا انه في مصريين كتير تم تعذيبهم في ليبيا، ويقال ان هم اتراك اللي قاموا بالتعذيب مش اهل ليبيا. شوفوا، عمل لا اخلاقي، عمل لا انساني بالمقام الاول، يمكن احنا وعمل غير شريف كانوا بتقوم بيه جماعه مرتزقه تحت مظله جماعه الاخوان الارهابيه اللي احنا شايفين النهارده موجودين في كل مكان، مرتزقه، سفك الدماء، ارهاب وترويع، يمكن تحت غطاء دولي ودعم دولي من دوله قطر و تركيا. كل هذه الامور انا شايف ان احنا اؤكد، ان كان كنائب في البرلمان المصري بؤكد ان احنا سنسعى الى اخذ حقنا في بكافه الطرق. ويمكن احنا السيد الرئيس والسيد وزير الدفاع اعتقد هيكون ليهم رد في هذا الموضوع، لان احنا كرامه مصري مهمه وغاليه. أكيد. وان اللي حدث ده مش هتسكت عليه تحت اي ظرف، وسيرد عليه برد قوي جدا جدا جدا، لان كرامه المصريين، هم المصريين كانوا في ليبيا ما كانوش رايحين يحاربوا، ده ناس امنين رايحين يشتغلوا، رايحين يعمروا، رايحين يبنوا. وده يمكن دايما طبعا المصريين شعب متسامح، شعب غير غازي، غير مستعمر، لكن اللي حصل ده انا شايف يكون رد عليه ويكون قريب جدا ان شاء الله. حضرتك عضو بارز في مجلس القبائل العربيه، حضرتك شايف انه مجلس القبائل العربيه ممكن يقوم باي دور في هذا الموضوع؟ والله شوف، يمكن احنا كان من 4 5 سنوات كان في تواصل، يمكن عملنا توائم بين المجلس القومي للقبائل العربيه المصريه وبين القبائل العربيه الليبيه. يمكن هو الموضوع في ليبيا مختلف عن مصر شويه، يمكن هو النزعه القبليه في ليبيا والتواجد القبائل في ليبيا غير مصر، يمكن مصر مش هيبقى واضح بشكل. لكن انا بناشد من هنا من برنامج، وريت حد يكون في اخواتنا في ليبيا يسمعوا، ابناء القبائل العربيه في ليبيا ان هم يحافظوا على الارض، يتماسكوا. هم طبعا بلا شك هم رافضين الاحتلال ورافضين الغزو التركي اللي موجود، وانا بقول ابناء قبائل ودول احفاد عمر مختار اللي حاربوا وضحوا بدمائهم الزكيه شهداء لينتصروا وحافظوا على الارض. انا بقول ان انتوا كابناء القبائل العربيه اجدادكم وابهاتكم حرروا الارض، وانتوا النهارده بتمر المرحله الثانيه، ان الغزاة الاتراك عايزين، العثمانيين عايزين يحتلوا الارض من اول من الجديد. فاحنا بنراهن عليكم، بنراهن على الشرف والعزه والكرامه لابناء القبائل العربيه في ليبيا، ان انتوا تقفوا خلف جيشكم الوطني والجيش بتاعكم وده من ابنائكم، وايضا خلف المؤسسه النيابيه اللي موجوده. وانا شايف ان مجلس النواب، وممكن موجه تحيه لصديقي عقيله صالح رئيس البرلمان الليبي، وبندعمه في مواقفه، وعليه دور كبير جدا في لم الشمل، وايضا على القبائل العربيه انها تقف وقفه رجل واحد للحفاظ على التراب الليبي والشعب الليبي. الحقيقه يا فندم، سؤال بقى اخير، يعني
احنا المفروض انه كنا هنرفع الحظر وبعدين مدينا الحظر لاخر الشهر، والخبر اللي انا بدات بيه الحلقه انه في فيروس في بكين دلوقتي هو اشرس واخطر من كورونا، فربنا يستر. يعني هل في اخبار عن مد الحظر اكتر او فتح في اول الشهر؟ او شوف حضرتك، احنا طبعا كنا متوقعين يعني حسب ما كنا بنشوف التقارير، لكن الحالات اللي موجوده النهارده وصلت تعدت تجاوزت ال 2000. يمكن احنا قلنا في منتصف شهر 6 هيكون ده الذروه في انتشار المرض. انا شايف ان شهر 7 من الافضل ان الحكومه تفك الحظر، لان احنا عندنا برضو النهارده في الامر مش منتشر، يعني مش بتقيم بشكل، لكن احنا النهارده عندنا كم الف عامل، كم مليون عامل النهارده واقفين عندنا النهارده في موضوعات كبيره جدا، قطاعات كبيره جدا جدا لازم تشتغل، لان احنا الدوله النهارده قامت بدور بتوفير اعانه 500 جنيه للعماله غير منتظمه، والباقي هنستمر ازاي؟ النهارده احنا لازم نواجه، وترجع المسؤوليه للمواطن ان هو يحافظ على نفسه، وحاجتين هيعملوا نظافته ويغسل ايده كل شويه ويشيل يلبس الكمامه ديت ويحافظ عليه سواء في موجود في الاماكن، وده امر مهم جدا جدا ان احنا الشعب المصري يغير من ثقافته ويبدا يتغير. اما بالنسبه للفيروس اللي موجود في الصين، فانا شايف ان كده الفيروس ده مخلق والدنيا الوضع مش طبيعي، الوضع مش طبيعي، وانا يمكن قلق جدا ان يكون هذا الفيروس يبقى فيه، يبقى اللي تم عمل هذا العمل عمل لا اخلاقي وعمل قذر بكل المقاييس انه يحبط العالم يعني ده احنا لسه يعني ما خلصناش كورونا وخطرها والناس اللي توفت والناس اللي اصيبت. والله انا بقول لحضرتك يعني اذا كان هذا الفيروس مخلق، يبقى احنا فعلا في حياه لا شريفه وحياه مش 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 صحيحه. واعتقد يعني ان لازم العالم والانسانيه هتحكم على في يوم من الايام اذا كان هذا الفيروس مخلق، هتحكم على الناس دي انهم شعوب معاديه للانسانيه ومعاديه لكل القيم الانسانيه. 596 واحد متقدمين فردي، في 596 عضو حالي هيتقدموا فردي، تتوقع حضرتك كم واحد ينجح فردي؟ هم كلهم هيتقدموا؟ لا هو عدد مجلس النواب، توضيح بس، وعدد مجلس النواب 596. في منهم قلنا هيتقدم الفردي، في 284 ده هيترشح فردي، تمام، وفي 284 هترشح قائم. ف الحاليين بقى كم واحد يقدر؟ الحاليين دلوقتي هم 596 برضه، بس هم نصهم هيجوا فردي ونصهم هيجوا قايمه، لكن انا شايف بقى يعني دي حسابات بقى يعني مفيش توقعات. لا هي حسابات يعني انا شايف انها يعني اتمنى طبعا بكل امانه ان الاختيارات على مستوى القايمه تكون للنائب ذو شعبيه، ان يكون النائب يمتاز بيه. هي مصر كلها عايزه تيجي قايمه طبعا. لا ما هو طبعا مفيش مشكله، ولازم المؤهلات والخبرات المهنيه الموجوده، وده امر مهم جدا، لان احنا في النهايه ما بنعملش تمثيل، احنا عايزين يعني قاعه مجلس النواب، انا بقول دايما هي قاعه، هي مصر، مشاكل مصر كلها من اسوان لبحري للمطروح للدلتا لغرب الدلتا، فلاحين وعمال وصناع وفي في اماكن فيها سياحه وفي اماكن فيها زراعه وفي اماكن فيها صناعه، فلازم يبقى في ده كوكتيل موجود عشان ده مصر. انا دايما بقول لك اللي عايز يشوف مصر يقف فوق على رئاسه مجلس نواب ويشوف، هيشوف كل مصر تحت دي، هيشوف الجلابيه وهيشوف البدله، هيشوف الزي البدوي ويشوف الزي الاسيوي المطروحي، فهيشوف دي مصر. طيب حضرتك تحب في الآخر توجه كلمة أو رسالة لأي حد قبل ما نختم؟ والله أنا أحب أوجه كلمة للشعب المصري، يعني بقول لهم يعني أعتقد إحنا وصلنا لمرحلة النهاردة من الوعي الكافي، رقم واحد في الإشاعات، والإشاعات دي مغرضة وبتأثر على الأمن القومي، ياريت كل واحد يتحرى قبل ما ينشر أو يشير أي خبر. الأمر الثاني بقول
للشعب المصري، يا ريت ان احنا نحافظ على مكتسبات اللي احنا ممكن نعتبرها بعد كورونا، ان احنا السلوكيات بتاعتنا تبدا نحافظ على ما اكتسبناه من هذه الفتره. المحلات تغلق بعد الساعه على الاقل 8 زي دول العالم كلها. ايوه. الالتزام بالسلامه الاجتماعيه، ايضا مواصلات، كل هذه الامور يعني. يعني هي الكورونا طبعا يعني يا رب نخلص منها، لكن بالرغم من ان هي كده الا ان هي عرفتنا اسلوب حياه جديد ما كانش كده عندنا. بالظبط كده. نتمنى ان احنا يعني ده رسالتنا للشعب المصري، وبندعي لمصر رب ان شاء الله بالخير والمنطقه العربيه كلها في هدوء. ويمكن انا شايف برضو بقول دايما الشعوب مختلفه على الحكومات. يمكن انا شايف بعض اللغط اللي موجود في تونس تحديدا والتجاوز اللي موجود، احنا مش هنرد عليهم لان احنا بنحترم الشعب التونسي بكل طوائفه، لكن احنا ضد قله الادب الموجوده. وانا شايف ان دول ما بيمثلوش الشعب التونسي. شعب تونس شعب شقيق وشعب يمكن ليه علاقه خاصه بمصر والكويت برضه. بنوجه تحيه طبعا لاشقائنا في تونس. يمكن دولة الكويت ديت يمكن دولة، أنا دايما بقول إن مصر والكويت، بشوف في مصر والكويت إن في قومية عربية موجودة. يمكن دولة الكويت بتهتم بشأن كثير جدا، بالثقافة، بالتاريخ، بالتراث، بالقضية الفلسطينية، مساندتنا وإحنا بنساندهم في قضايا كثيرة جدا، توافق كبير جدا بين الشعب الكويتي والشعب المصري. يمكن أنا دايما بقول أخواتنا في الكويت، ما بقولش غير أخواتنا في الكويت. وأصدقاء اليوم في أصدقاء كتير جدا جدا في الكويت بصراحة يعني. أكيد. سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بشكر حضرتك على التفاصيل اللي أنت قلتها لنا النهاردة من خلال 90 دقيقة، وكل التوفيق للبرلمان وأيضا مجلس الشيوخ. معلش نسيت أسأل سؤال، الناس بتسأل مين رئيس مجلس الشيوخ وكيفية اختياره؟ هو شرف كبير لأي حد يكون في هذا المكان، سواء رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. لكن مش عايزين نتكهن يعني، هم لما يعني هيكون في شخصية أكيد قانونية في رئيس مجلس الشيوخ. بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا بشكركم، بكرة حلقة جديدة و90 دقيقة. تصبحوا على خير.